النهارده ان شاء الله هنستكمل حل تدريبات على درس النحو، اول درس عندنا اللي هو همزه القطع والف الوصل. مين هيفكرني بمواقع همزه القطع في الافعال؟ ها مين؟ رهف. نعم، ها همزة القطع بتبقى موجودة في الأفعال فين؟ في إيه وفي إيه؟ همزة القطع بتكون ثانية. همزة القطع يعني إف يعني زي مثلا يعني زي مصدر الأمر، حاجة زي كده يعني. أنا مش نعم قصدي في كده، أنا قصدي مثال يعني. مش مثال، ايه هي مواقع همزة القطع في الافعال؟ يعني ايه الافعال اللي بتبقى اللي بتبتدي بهمزة قطع؟ ها الخماسي والسداسي. الخماسي والسداسي قطع. قطع سوري، لأ واصل. القطع الثلاثي والرباعي، الثلاثي صح. كله الثلاثي كله فعل مضارع. ها الثلاثي وفعل مضارع كله. الثلاثي كله والمضارع كله. لا، الثلاثي في منه هنا وفي منه فعل طيب ماشي، فاعل. انا بسأل على كده، احنا قلنا نذاكر ونحفظ. ها اللي في همزة القطع ها المضارع المضارع كله قطع، تمام اتفقنا، لكن ايه ها نقول بقى ايه موجود والمصدر في ايه المصدر في ايه؟ في ألف القطع في الثلاثي، ما عدا الأمر في ألف الوصل. طيب تمام، يبقى عندنا الفعل الثلاثي الماضي والمصدر، تمام ده قطع، والامر في الوصل، تمام كده. تمام. طيب الرباعي بقى وضعه ايه؟ ملك ملك. نعم يا مس. ها الماضي الرباعي وضعه ايه يا ملك؟ همزته قطع ولا وصل؟ رباعي اه خمس قط. الرباعي كله قطع، برافو عليكي. الخماسي ايه يا رهف كله؟ الخماسي كله وصل، السداسي يا رهف، برضه وصل. برافو عليك، تمام كده. طيب تعالوا بقى نشوف الأسماء، الأسماء كلها أسماء همزة قطع كلها وصل. يا راجل إيه قطعة؟ قطع، ما عدا كم اسم نفتكر مع بعض ها بين ابنة وابن اللي هم كام وأيمن وأخ. عددهم، كام عددهم الأول قبل ما نقولهم كام؟ تسعة. تسعة، نعدهم مع بعض يلا، كل واحد ماشي. بالدور، انت جاوبتي يبقى الدور على ملك، قولي يا ملك ها نعم يا مس. قولي لي التسع اسماء اللي همزتهم وصل. طيب ابن ابنة، أيم الله أيمن الله، واثنتان واثنان واسم. واثنان واثنتان اللي هي مذكر والمؤنث، ها يبقى تاني ابن وابنه واثنان واسم واثنتان، ايه كمان؟ كده أربعة، ها عايزة أقول أخر اتنين. وإيه؟ وامرأة امرأة، وإيه كمان المذكر بتاعها؟ امرئ، ها كده بقينا وأيمن ستة. الله وأيمن وأيمن الله أيمن وأيمن الله الله وأيمن وأيمن الله الله، واثنتان نستنى كلمة واثنتان واحدة، اسم. اسم، برافو عليك، تمام كده. والحروف كلها ها على الحروف قطع كلها قطع، برافو عليك. طيب تعالوا بقى كده نشوف مع بعض الأسئلة دي، همزة القطع نمرة واحد، الدور على رهف. همزة القطع ما لهاش قطع. ثواني اهو، الدور علي. ماشي. ترسم ألفا فوقها أو تحتها همزة، صح ولا غلط؟ صح. صح.
يلا ملك. الأمر من الفعل الرباعي يبدأ بألف وصل. مش المفروض تبقى سؤال تاني بقى؟ نعم حضرتك عديتي سؤال. عايزة جواب. أنا آسفة، كل الأسماء بتبدأ بهمزة قطع. طيب صح، بس هو ما قالش ايه، ست نقاط. ما عدا ايه، ميس ما عدا 9. تمام ميس اه ميس نعم. اه صوت واطي. صوتي انا معلية على الاخر. انا معليه صوتي جدا. انا مش سامعة حاجة. تمام كده، يبقى هنختار صح ولا غلط؟ نعم هنختار صح ولا غلط؟ عليك دور. ملك غلط. ملك تلاتة تبقى غلط، ايه؟ تلاتة تبقى غلط، هنختار خطأ. تبقى غلط. صوتي وصل لك كويس يا ملك؟ مع التصوير نصور. صوت تمام. تمام. ايه بقى، واصل لك كويس يا رهف؟ انا طلعت وخرجت تاني عشان كان الصوت واطي. ما انا عارف. تمام يلا يا رهف. الامر من الفعل الرباعي يبدا بالف وصل. صح. الامر من الفعل الرباعي يبدا بالف وصل. ها الرباعي همزته ايه يا رهف؟ احنا لسه قايلينها من شويه، الرباعي ايه؟ بس يبقى طيب بص. ها يا بس والله قطع المفروض ثانية. لا قطع متأكد تاني. مش متأكدة. قطع قطع الماضي الرباعي وامره ومصدره وكده كده المضارع قطع، يبقى كله قطع. يبقى ده صح ولا خطأ؟ صح. صح. ثانية غلط. ايوه طيب قولي لي يا ملك، الواجب ما وصلنيش ليه؟ ملك ورهف، انا ما حضرتش. ثانية واجيب ايه الحصة اللي فاتت اللي هو بتاع واجب الف ونص وكده؟ انا حليته بعد. مش هو كان الصفحة دي؟ مش فاكر بس على العموم انا حليته بعد. ما وصلنيش لا رهف ولا ملك، ازاي؟ ما وصلنيش. تمام طيب، الحرف الوحيد المبدوء بألف وصل هو آل التعريف، صح ولا غلط يا ملك؟ صح. صح. رهف، الفعل ألف الوصل لا تنطق أبدا. عارف النص فين ده؟ غلط. ها تاني احنا قلنا ان هي بتنطق عندما تقع، عندما تقع في اول الكلمه، لكن عندما تقع في وسط الكلمه، في وسط الجمله لا تنطق. تمام
يبقى تنطق عندما تقع الكلمة في بداية الجملة، وتسقط نطقا لا كتابة عندما تقع في وسط الجملة. تمام؟ يبقى دي صح ولا تمام غلط؟ صح. غلط. معلش مركزة على اللي احنا قلناه، مركزتش في السؤال. ملك، الفعل المضارع للمتكلم مبدوء بهمزة قطع، صح ولا غلط؟ ملك؟ مش حضرتك بيقطع. نعم. بتقول ان صوت حضرتك بيقطع. هو وصل لك كويس لا يا مش رحمة؟ بيقطع. ايه؟ وصل لك كويس؟ اه طيب تمام، ما يبقى مشكلة من عندك انت. تاني يا ملك، الفعل المضارع مبدوء بهمزة قطع ولا ألف وصل؟ تمام كده. تمام تمام فعل المضارع المتكلم بهمزة القطع. قطع، يبقى نعم صح. تمام؟ طيب ممكن دي ناخد دي عندنا سكرين شوت؟ المفروض ألف وصل. لا، المضارع كله قطع. تمام؟ تمام. ماشي. يلا. أنا عندي أسئلة زيادة في الكتاب، نعم. في صح وغلط. عندي أسئلة تانية، مش سامعة يا ملك. نعم. عندها أسئلة زيادة في صح وغلط. طيب تعالوا بقى هنا. كنا شفنا دي المرة اللي فاتت. يلا نقول مع بعض بقى. أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب منك. ماشي؟ إتقان، وعلى فكرة ده الواجب اللي احنا حليناه. مش كده؟ هو وصلنيش. طب كله اتحل؟ نعم كله اتحل؟ طب ممكن تبعتهولي النهارده تاني إنه ما وصلنيش؟ تمام. طيب. تمام أوي. تعالوا بقى نبدأ هنا. استخرج من الفقرة التالية اسما مبدوء بألف وصل وحرفا مبدوء بهمزة قطع. مين عليه الدور؟ رها؟ يلا يا رها، عايز اسم مبدوء بألف وصل وحرف مبدوء بهمزة قطع. ها؟ سنة. ليه؟ إن هتكون إن حرف هيبقى مبدوء الإيه؟ بهمزة القطع. الحرف المبدوء بهمزة القطع. برافو عليك. اهو تمام. ها، فين بقى الاسم المبدوء بألف وصل؟ بلاي الايه؟ ثانية. إلهي، ده اسم لا ألف وصل. ها، ألف ولام. ألف ولام. ألف وصل. ألف وصل ها، ثانية البشرية. البشرية. يلا، شايفة القلم ضايقنا ليه؟ تمام كده؟ طيب يلا يا ملك، نيجي لسين تسعة. الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال. أول حاجة اعرف ما تحته خط. أول كلمة عندنا الإيه؟ الحرين
الحرية. الحرية هنقول عليها ايه يا ملك؟ هنعربها نقول ايه؟ المفروض مبتدأ. ها هنقول ايه؟ طيب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مبتدأ مرفوع. ايه مرفوع بالايه؟ ضمة. بالضم. جميل. طيب ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة. يلا يا رهب. تمام. هاتم مضاف إليه. حياة الإنسان أشبه شيء مش عارف. نمسكها من بعض. لولاها لكانت، أدي كانت، حياة اسم كانت، الإنسان مضاف إليه، ها لكانت خبر. حياة، خبر. خبر إيه؟ خبر كان أيوة مكتوب على منصوب وعلامة نصبه الفتحة. برافو عليك. طيب بحياة اللعب المتحركة هيبقى إيه إعراب المتحركة يا ملك؟ ها المتحركة إعرابها إيه يا ملك؟ بس انا مش عارفاها. اللعب المتحركة. اللعب المتحركة إيه إعراب المتحركة؟ نفكر كده شوية. ها انا كده افكر اللعب مالها اللعب. ايوه ينفع جاوب قول يا رهف. خبر لا برضه. ها اللعب دي وصفها ايه؟ مش ممكن تكون همزة قطعة وألف فصل؟ وايه الهم؟ في حاجة اسمها اعرابها همس قطع الف وصل؟ لا طبعا. دي نعت. أو صفة صح؟ نعت او صفة. نعت. طيب النعت هنا احنا عارفين النعت بيتبع المنعوت، تمام؟ اللعب المتحركة، تمام؟ طب دي نعت هتاخد اعراب المنعوت، المنعوت اعرابه هنا ايه؟ لازم اعرف ده الاول عشان اعرف اعرابها. دور على مين؟ رد عليا يا مل يا رهف، انت اللي معايا اهو. ها ماشي. اللعب ايه بقى اعرابها ايه؟ الأطفال يعني أقربها إيه؟ رهف احنا بنقول نعم. المتحركه نعت للعب، فانا لازم اعرف اللعب الاول عشان اعرف نفس الاعراب بتاع المتحركه، لان النعت بياخد نفس اعراب المنعوت، يبقى انا لازم اعرف اللعب اللي هي المنعوت، تمام؟ اللعب اعرابها هنا ايه؟ مضاف إليه. جميل جدا. ماله بقى؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ اللعب منصوب لا طبعا مجرور. المضاف اليه مجرور يا رب.
تمام؟ يبقى هنا ده ايه؟ هات نعت ماله؟ مجرور مهو وانا مجرد كسر. تمام كده؟ طيب في أيدي الأطفال، الأطفال أعرابها إيه هنا يا ملك؟ ها؟ ملك؟ طيب نايس أعراب الأطفال هنا إيه؟ هو في أيدي مين؟ الأطفال آه هو أنا عارفاها أو مش عارفاها أوي بس مش ها متأكدة إنها ها بص معايا، عندنا هنا نكرة وجمع وراها معرفة، احنا قايلين النكرة زائد المعرفة بتدينا هنا ايه؟ تعالوا معايا كده اقول لكم حاجة كويسة. بصوا معايا، في قاعدة هنا عندنا بتقول ايه؟ نكرة زائد معرفة، تمام؟ المعرفة دي بنقول عليها مضاف إليه، بنقول عليها ايه؟ مضاف إليه. زي ايه؟ لما اقول مثلا هنا يا مس انا أبناء، كنت عارفه ان هي مضاف اليه بس كنتش متاكده منها عشان أنا كده بفكرك سكتت. أهو، أبناء مصر، تمام؟ لما أقول كلمة زي كلمة أبناء مصر، أبناء نكرة ولا لأ؟ ابناء ومصر معرفة ولا لأ؟ معرف يبقى في الحالة دي مصر هتبقى إيه؟ مضاف اليه مضاف إليه. لما نقول طلاب الفصل، ها فين المضاف اليه؟ الفصل الفصل نكره معرفه، نكره معرفه. اما نقول ال معلم المدرسة، ها فين المضاف إليه؟ مدرسة المدرسة. يبقى نكرة معرفة، المعرفة دي بتبقى مضاف إليه، هنسيبها أهو وأنتوا كمان هتاخدوها سكرين شوت. يلا سكرين شوت خدتيها يا ملك؟ ملك؟ ايه مس خدتها طب مارك يا تو حبيبي جيفت يلا نرجع تاني لصفحتنا، تمام؟ ها يبقى هنا أيدي الأطفال، الأطفال هنا هتبقى إيه؟ ها؟ مضاف اليه هتبقى إيه؟ مضاف إليه. خلاص استخرج مين بقى عليه الدور؟ مضاف اليه هيبقى مضاف اليه انا مجرور بالكسر. ماشي يلا يا رهف، استخرج كلمه مبدوءه بالف وصل واخرى مبدوءه بهمزه قطع وبين نوع كل منها. هو قال لي الكلمه، ما قالكش اسم ولا فعل ولا حرف، اي كلمه وهتقولي لي بقى دي نوعها ايه؟
ها نبدأ بألف الوصل. فين ألف الوصل يا رهف؟ حرية الإيه؟ حرية جميل. الحرية هيبقى نوعها إيه يا رهف؟ يعني اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم اسم. طيب يلا يا ملا، أخرى مبدوءة بهمزة قطر. تمام. أخرى مبدأ بهمزة قطع. أنا آسفة، هنقول ماشي تمام. ها أخرى مبدوءة بهمزة قطر. ها أشبه أشبه. نقول برضو ايه نوعها؟ ايه اسم؟ يلا ناخد لها سكرين شوت. يلا لسان هتلاقي سكتش. خلاص خلي بالنا عشان لو الوقت خلص هندخل تاني. ماشي، يلا بقى بس ندخل قبل ما نطلع وندخل قبل ما يخلص، عشان هيقعد ياخد وقت عما يدخلنا تاني. مفيش مشكلة، يعني كمان 5 دقايق كده هنخرج. تمام. تمام. طيب وطني نشأت فوق أرضه الخصبة، وأكلت من خيراته الكثيرة، وشربت من مائه العذب، وتعلمت في مدارسه، لذا فإنني أحب وطني وأقدم روحي فداء له. يلا بقى مين هيعرض لي أول كلمة؟ وطني نشأت. مين عرفت كده؟ نشأت أنا أوكي يلا يا رهف. فعل ماضي ماله بقى؟ ثاني. هي اسمها مبني على الضمة. أما لا هو ايه ده؟ ايه السكون قصدي؟ ماشي ماضي واحنا هناخد درس جديد. لا مبني على ايه رهف اخر حاجة؟ مبني على السكون. برافو. ليه اتبنى على السكون؟ ليه مبني على السكون؟ شنو هو فعل الماضي؟ لا الفعل الماضي المفروض ان الايه البديهي بتاعه او الاساس بتاعه ان هو مبني على الفتح. مبني على السكون ليه؟ ها نشأت لاتصاله بتاء ايه؟ فعل. الاسم ده تمام. اهو نشأت، هتلاقي الهمزة هنا ساكنة والتاء مضمومة، يبقى نشأت. تمام. واجب، نعم. في واجب ايه اللي واجب؟ انا لسه ما خلصتش. بقول في، يعني يكون في واجب يعني ولا لا؟ طبعا في واجب، ويا ريت تبعتلي مع الواجب القديم. تمام. حاضر. وشربت تمام. من مائه يا ملك. تمام. شربت الماء إيه العذب. انا عايزه مائه بس. ها مثلا عندي بس كلمة العذب، نعم. عندي بس كلمة العذب هي اللي طيب ماشي انا عايزه مائه. ها تمام. اسم مجرور. شربت اسم. الماء إيه؟ اسم مجرور. مجرور. وعلامة جره ايه يا ملك؟ الكسرة. الكسر. طيب العزب يا رهف. العزب مضاف إليه.
لا كل اللي بعد جر ومجرور مضاف اليه. ما انا قلت مضاف اليه. انا بقول مش كل اللي بعد جر ومجرور مضاف اليه. نعت. نعت. نعت ايه بقى؟ مرفوع ولا ايه منصوب ولا مجرور؟ مجرور؟ مجرور. طيب فإنني أحبه هيبقى إعرابها إيه يا ملك؟ فعل مضارع. فعل مضارع. ماله؟ مرفوع بالضمة. جميل. رهف وأقدم روحي. مفعول به. برافو، الشطارة دي يا ولاد. منصوب بالفتح. دورة. جميل جدا. خلاص طيب تعالوا بقى هنا، عايز كل الكلمات اللي في القطعة دي اللي مبدوءة بهمزة قطع، وبتقول لي كمان السبب. ها مين اللي عليه الدور؟ ملك. ملك. هنكتب الكلمات وبيننا وبين بعض هنناقش السبب. اوكي نايس. يلا. السؤال المفروض الكلمات المبدأ بها بس القطع. كل الكلمات اللي مبدوءة بهمزة القطع عندنا في القطع. تمام. ممكن أكلت. نعم بتقول طبعا أكلت. من تحت الخط. نمشي أكلت. بالدور. بصي امشي كده من اول القطعه كده يا ملك، كلمه بكلمه. تمام. قلت إني شاءت تفك طب أراضي انا هستاذنكم أرضي. عشان اول حاجه ناخد دي سكرين شوت، يبقى خلصنا الاعراب ونخرج وندخل تاني عشان بقى ايه ما يتصلش واحنا بنتكلم. تمام. طب هو هيفصل ايه هيفصل ما قدامه 3 دقايق، ما احنا ناخد دي سكرين شوت بسرعه ونقفل وندخل تاني بقى. ماشي يلا. اهو. يلا نخرج.